وكل كوم وطاقة الشر اللي بتبقى في جروبات الفيسبوك كوم تاني خالص، خصوصا الجروبات المغلقة رجالة بس أو ستات بس. وأنا داخل أقيس، كل واحد داخل يسخن بقى الرجالة على مراتاتهم، ويخش يلاقي الرجالة بيسخنوا فيسخن أكتر ويبدأ يولع زيادة. كذلك بقى جروبات الستات، كل واحدة عمالة تقوم في صحباتها، يا عم السخان يا ست البوتاجاز عندكم كلمة حلوة قولها، ما عندكش اذكروا له وخلاص يا عم. ساتر، شوية ينسون مانجا. بس ايه رأيك في مفاجأة النهاردة؟ بذمتك توقعتيها؟ تحفة، أحلى عيد جواز عدى علينا. إشي خروجة وإشي ورد وإشي عربية وخاتم ذهب 24 قراط. أنت ناوي تتجوز عليا ولا إيه يا خايل؟ تفي من بقك يا شيخة. هو أنا هلاقي زيك فين بس؟ وبجد صورنا النهاردة تحفة، يعني بص الصورة دي بجد شكلنا تحفة. بقول لك إيه؟ انا هنزلها على جروب عرسان جداد وغيظ بيها كل الناس. ما بلاش الجروب ده لحسن نتحسد زي كل مره. فاكره صورتنا في شهر العسل لما اتصورنا في ووهان 2019؟ لا، هو انا اللي قلت لهم ياكلوا خفافيش؟ طيب فاكره صورتنا مع كوبر قبل ما يسافر روسيا؟ دي ما تتنسيش، بس مش انا اللي قلت له ياخد مروان محسن. طب فاكره صورتنا مع محمود علاء قبل نهائي افريقيا بيوم، ايه اللي حصل؟ لا قولي بقى ان انا اللي بصيت لقفشه القاضيه. حبيبتي ارجوكي بلاش صور على السوشيال ميديا خالص عشان ربنا يسترها معانا. بجد بص شكلنا، وبعدين متصورين لوحدنا يا خيري اخيرا من غير حد راشي. ما هو ده اللي يخوف يا ماما، عشان لوحدنا يعني الون، يعني يا تيجي فيكي يا تيجي فيا يا تيجي فينا احنا الاثنين. يو عليك راجل، يو عليك بجد يا اخي، سيبني انبسط بقى زي بقيه البنات صحابي. اوف صحابك البنات؟ فاكره سلوى صاحبتك لما نزلت صورتها هي وجوزها لقيناهم تاني يوم فين؟ لا ثانية، هم كانوا عند المحامي عادي بيعمل لها توكيل بالعربية. فعلا، ما هو بيعمل لها توكيل بالعربية عشان يدفع فلوس القايمة والعفش. طب وليه ما تقولش ان دي هدية من راجل لمراته؟ هي فعلا هدية. هدية بتتقدم في اسم اول مدينة نصر. لا وشيك، المكان رومانسي وجديدة. حبيبتي ارجوكي بلاش تنزلي الصورة دي، اللهم بلغ اللهم فاشل. مين يا ساتر؟ طب ايه المشكلة يعني لما نزل الصورة وهقرا بعدها صورة الفلق؟ هي نجوى اهي، هي نجوى المعفنة مصورة هي وجوزها البرميل وعمال بقى ضحك ضحكة سيد قشطة. دي كاتبة ايه؟ لن نشتري شجرة هذه الايام ستكونين انت شجرة. ما طبيعي يا حبيبتي، ما هو قاعد من الشغل بقاله 6 شهور. وايه ده ايه ده ايه ده؟ اوبا مين دي؟ دي خلود بنت طنط ناريمان، متصورة مع مين؟ ده عادل، ده عادل جارهم. هي مش كانت بتكرهه وما بتقوش وتقيل عامة ولا بتقوش؟ دلوقتي بقى البيست فريند والبيك بون والذي اصبح زوجي. الله يرحم بجد، الله يرحم. طب والله اللي نزل الصوره هغزهم كلهم، بجد هغزهم كلهم. بس هكتب كابشن بقى ايه يبقى حلو كده. اوكي، لسه اجمل يوم ما جاش. فاكر يا خيري اول مره سمعنا الاغنيه دي سوا؟ لا لا يا ساتر، بصت اهو خلاص. قمر يا روحي، بس ازاي جوزك باصص للكاميرا والقمر ده واقف جنبه؟ انت مش خاطفه عينه ولا ايه؟ اه صحيح. خيري خيري، هو انا مش خاطفه عينك؟ اطلب عيني وانا اديها لك. حلو ده. لا حلو، لا رد كويس. ماشي ميرسي يا حبيبتي كلك ذوق، بس انا جوزي لو اطلب عينه يديها لي. ما شاء الله تبارك الله، بس ازاي جوزك سايبك تظهري وشك كده على وسائل التواصل الاجتماعي؟ انا ابو صهيب محرم عليا انزل اي صوره الا وانا حاطه على وشي صوره القرد اللي عامل كده اهو. هو بطل يغير عليكي ولا ايه؟ خيري خيري، انت بطلت تغير؟ والله بقالي كتير محد يزغزغني. حبيبتي ممكن انام؟ لا مش ممكن تنام، ومش هتنام، واصحالي بقى كده. ومش هتنام يا خيري لما تقولي ازاي تسيبني انزل صورة لينا ووشي باين فيها. اولا قلتلك بلاش تنزلي الصورة سواء وشك باين فيها ولا ما باينش. لا بس انت قلت ما ننزلش الصورة عشان انت خايف من الحسد، مش عشان انت غيران عليا، وانا مش اقل من ام صهيب. وريني بقى مين ام صهيب دي. ام صهيب تعمل لده الفيسبوك، يعني بتقبض باللايك والشير، وكمان عايشة في البيت مع ابو صهيب وعندهم عيل اسمه صهيب
وما بتخرجش من البيت وما بتتصورش اساسا. لا انا ماليش فيه، ماليش فيه وماليش دعوه. تتصور بقى ما تتصورش دي مشكلتها. المهم انا لما اجي انزل صوره تاني تخليني احط اي حاجه على وشي، يعني مثلا عارف القرد اللي عامل كده اهو، او استنى في اللي هو السمايلي فيس، او في فيس تاني اللي هو اللي هو فيه قلبين دول. عارفه حبيبتي انا واثق فيكي ومتاكد لو مليون راجل شافوكي عمرهم ما يعبروكي، قصدي عمرك ما تعبريهم حبيبتي. ممكن ماشي هعديها لك لما نشوف اخرتها. شكرا يا حبيبتي، بس انا جوزي بيثق فيا ومالي عينيا وانا مالي عينيا. كيفاش جالس وانت واقفه؟ قديش راح منكم الاتيكيت يا المصاروه؟ ما عليكي بس اتركيه ونديور لك عرس مزيان. خيري خيري راق قلبك صار علي هشاش. ماله بقى القطر القشاش؟ قشاش ايه؟ قشاش ايه؟ بقولك ما بقتش تحبني بس بالمغربي ده. انا اللي هقولهم لك بقى شامي ومغربي. جرايه لاميه بقولك سيبيني انام، سيبيني انام. بص بتزعق ازاي؟ بص بتزعق ازاي؟ كان ليها حق خديجه المغربيه، ما هو من ساعه ما تصورنا الصوره اللي انت قاعد فيها وانا واقفه وانا عرفت ان انت ما بقتش تحبني. هو مش انت اللي قلتيلي هاجي احضنك من ورا عشان الصوره تبان كاننا يعني مش واخدين بالنا؟ لا ما هو انا كان قصدي كده بس الناس ما فهمتهاش كده. ارحمني يا رب، ارحمني يا رب بليز. هو انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه احس ان انا مراتك. حاضر. عارفه ايه اكتر حاجه تحسسك انك مراتي؟ ايه؟ ان اطلقك. انت طالق يا لميا. Good morning. طب والله لو اوريك وهنزل بوست تاني. الراجل زي الجزمه لما تبطل موضتها تتحط في علبتها. البسي من باتها بقى بوست.